هو اتكلمنا في النقطة وقلنا يمكن النني عنده خبرات دولية كويسة، ولكن بعده شوية عن اللعب كان ممكن يأثر على الشكل الفني بتاعه. فالراجل كان، واحنا يعني اتفقنا معاه في النقطة دي، ان فترة الإعداد اللي هنعملها او فترة التجمع مع خبرات النني ممكن يكون موجود، لكن ما كناش خالص، ما كناش في فكرة ان احنا نستبعد النني. يعني النني بزماننا كان امر مطروح من ضمن اللعيبة الأساسية، يعني هي جزئية بتاعت بس ان هو علي غزال ولا عمرو السولية. ويمكن اتكلمت، طب ما احنا كمان بدل لو عمرو السولية برضو هو مش مقنع قوي ليكوا، طب نتكلم على صالح جمعة. صالح جمعة في النادي الاهلي بيلعب ساعات رقم 8 مش تحت راس الحرب. نفس الكلام اللي قلته، فقال الولد ماشي بشكل كويس لكن ظهر متأخر شوية، احنا ما شفناهوش غير متأخر شوية واحنا داخلين على بطولة، لازم يكون هيجي المعسكر يعرف احنا ايه وشغلنا ايه، فده هياخد وقت شوية، فتم استبعاد صالح. كان في اختيارات تانية للمهاجمين يا كابتن غير اللي دلوقتي بعد كده الجزء اللي قداماني كنا بنتكلم على تريزيجيه، انا كنت مرشح تريزيجيه ورمضان صبحي في البوزيشن ده البوزيشن الشمال، وكنت مرشح صلاح عبد تحت راس الحربة، عبد الله السعيد ووردة. وردة لان وردة برضو تاني، ليه وردة في الحتة دي؟ لان انا رحت اتفرجت على وردة، وردة ما بينفعش بديل لتريزيجيه، وردة ما ينفعش يلعب ناحية الخط. ولحد الماتشات دي وردة هو اللي كان بيعمل الدور ده مع المنتخب بس، وبيلعب في نص الملعب، لو هتلعب بثلاثة في نص الملعب بيفيدك كرقم 8. فانا رشحت عبد الله السعيد مع وردة، ناحية الشمال وليد سليمان وصلاح. صلاح تمام. نيجي بقى راس الحربة، لان كان عليها برضو قعدنا فيها بتاع اكتر من 45 دقيقة نتكلم فيه. انا رشحت من خلال القائمة بتاعتي، رشحت مروان محسن واحمد علي بالإضافة لمصطفى محمد. يعني أنا قلت مصطفى محمد أنا شايف إنه لعيب بروميسنج كويس قوي معانا في ماتش نيجيريا، حاسس إنه عنده باور كويس، وإحنا مفتقدين اللعيب اللي ممكن يخرج بره ال 18 ويكون محطة ليك. بيفكرنا بعمرو زكي لما بيطلع بيبقى محطة، وكان عندي اعتراض شوية على وجود كوكا. طب ليه؟ قلت لهم أنا عارف إن كوكا ممكن يأدي بشكل كويس، أنا رحت اتفرجت عليه في لبنان بيأدي بشكل كويس، لكن على المستوى الدولي التراكمات بتاعه الخمس سنين اللي فاتوا بتقول ان هو مع احترامي دي مش في المستوى الدولي. في لعيبه ممكن تكون محترفه وما تقدرش تشتغل على المستوى الدولي، يعني في ممكن دي مش اي محترف هو يقدر يشيل فنانة منتخب مصر. فانا الاعتراض كان عندي في جزئين، راس الحرب هم طبعا كانوا بالنسبه لهم كوكا ده اساسي بالنسبه للصف، يعني حتى عملنا فوتنج على موضوع كوكا، فكل قال كوكا لازم يكون موجود، وطبعا مروان محسن لازم يكون موجود. فانا كان اعتراضي ان احنا كوكا يكون موجود، انا عايز انزل احمد علي معاه، وكمان ناخد لو نقدر كمان جاي للحته ديت، ان احنا هنرجع للحته ان انا كنا متفقين الاول ان احنا هناخد حوالي 26 او 27 لعيب في المعسكر، لان ممكن جدا خلال قبل يوم 11 كان اخر ميعاد للقائمه كان ممكن يحصل اصابات، عندي ماتشين بلعبهم. وبينا ان هو الراجل قال انا هاخد 23 لعيب بس، قبل ما يقول الكلمه دي انا ممكن هاخد 23 لعيب بس، وهعمل ويتنج ليست للعيبه اللي احنا شايفين ان ممكن تبقى جاهزه، هنكلمهم في التليفون وخليكم جاهزين اي طوارئ تعالوا على المعسكر. وفي اخر الاجتماع قال انا خلاص انا مش عايز الفكره دي، انا عايز اخد 23 بس. فانا حاولنا نقنعه، انا حتى وكابتن ناجي بصراحه حاولنا نقنعه ان 23 فيها مخاطره شويه، ان اي لعيب ممكن يتعور، هنبدا نجيب لعيب من بره، ممكن لعيبه لما هتاخد راحه، ممكن لعيب يسافر او مش موجود. فخدت اتنين زياده اللي هم مشوا جبل وفتوح بالظبط.